البنات اللي ربنا كرمها في الفترة اللي فاتت وجابوا عربية، انا عايزة اقول لكم على شوية نصايح كده هيساعدوك ان انت تعدي التجربة دي بسلام. اول حاجة، الدباديب الكتير اللي انت حطاها في العربية قدام وورا دي، عايزة اقول لك ان الدباديب دي مكانها اوضتك مش العربية يا حبيبتي. تاني نصيحة، ان انت وانت ماشية ما تتسربعيش وما تستعجليش، ومش عيب خالص ان انت تمشي على سرعة 40 ما دام مش هتخبطي حد ولا هتعملي حادثة. اللي وراكي بيزمر يزمر، يعدي منك مش مشكلة جدا، خليكي على 40 وخليكي ثابتة على موقفك. تالت حاجة، لازم تكوني عارفاها كويس ان المرايات اللي في العربيه دي معموله عشان تشوفي بيها الناس اللي ورا، مش عشان تعدلي فيها الروج والمسكره. رابع نصيحه لازم تلتزمي بيها لو انت عايزه تفضلي على قيد الحياه وتروحي بيتكم بالسلامه، ما تفرقيش لا تروحي يمين ولا تروحي شمال، خليكي ماشيه ستريت في خط مستقيم علشان اليوم يعدي بسلام. خامس نصيحه، ان انت لو حد ضايقك وانت سايقه وحسيتي انه جه عليكي، ما تروحيش وانت شايله في نفسيتك ومتضايقه، هتلاقيه جه قدامك اديله بالكلاكس لحد ما يندم انه زعلك. المواقف الاولانيه اللي بتحصل معانا واحنا بنسوق ما بتخلصش، لو عندك موقف ما بتنسيهوش اكتبهولي في التعليقات تحت، وربنا يستر طريقنا وطريقك.